وعادت أبواب البنوك في المكلا لتفتح من جديد بعد إغلاق قسري استمر لأكثر من عام بأمر من سلطة القاعدة بعد أن وجهت إليها تهما بتعارض معاملاتها المالية مع نصوص الشريعة الإسلامية وفقا لوجهة نظرها وتفسيراتها للشريعة. عام تعثرت فيه عجلة الاقتصاد المحلي والحركة المالية والمصرفية ليس فقط على صعيد القطاع الخاص والمنشآت الصناعية التي اضطرت لإغلاق أبوابها وتسريح موظفيها، بل وحتى على مستوى الأفراد الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن القيام بعمليات السحب والإيداع لأموالهم، لتلقى هذه العودة حالة من الترحيب على أمل أن تسهم في تثبيت مظاهر تطبيع الحياة في المدينة. سعيدين بعودة البنوك و حتى أنها تخفف على المواطن معاناة تحصيل الفلوس والمعاملات البنكية، هذه كنا نعاني منها كثير جدا. ويرى اقتصاديون أن عودة البنوك ستسهم في تنشيط الوضع الاقتصادي وعودة المستثمرين والسيولة المالية وتشغيل المصانع والشركات والرفع من نسبة الواردات والصادرة التي انخفضت بشكل كبير وخلق فرص عمل جديدة للآلاف من الشباب العاطلين عن العمل. عودة البنوك وافتتاحها سيسهم في خلق فرص تجارية مما يستدعي ضخ رؤوس أموال تجارية إلى داخل المحافظة بشكل عام. استمرار فتح البنوك وإعادة مستقبلا فتح البنك المركزي سيخلق حالة من الاستقرار في الناحية الاقتصادية للبلاد. غير أن هذه العودة لا تزال تواجه تحديات كبيرة على رأسها غياب أي حضور لفرع البنك المركزي وما يمثله من قطاع دائم لعملها، وهو الذي لا يزال مغلقا منذ تعرضه للنهب والتدمير، بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار الكلي للوضع الأمني في المدينة. كبنوك محلية دون وجود فاعل للبنك المركزي لن يأتي بالعافية، وسوف يبقى عملنا مختصر على قضايا بسيطة لا يكون لها ذلك التأثير الذي يجب أن يكون. لتشكل عودة الحركة المالية والمصرفية خطوة مهمة لتعزيز البيئة الاقتصادية وتشجيع عودة الاستثمار إلى المكلا. يأمل سكان المكلا أن تسهم عودة المصارف التجارية للعمل في عودة رؤوس الأموال وإنهاء حالة الشلل الاقتصادي الذي تعيشه المدينة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.